الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم متابعين قناه الورشه. النهارده معانا ومعاكم المضخه الميه دي او موتور الميه اللي انتم شايفينه في الصوره، واللي انتشر في الاسواق المصريه في الفتره اللي فاتت، وسعره طبعا بالنسبه لامكانياته جميل ومش غالي مقارنه بالنوع الايطالي، ويعتبر نفس المواصفات، ولكن ده بلد التصنيع بتاعه مجري من المجر. الموتور الواحد حصان ده سعره في السوق بيوصل ل 3300 جنيه. الصيني طبعا ارخص بكتير، ولكن من ناحيه الجوده والضمان فده افضل بكتير، وضمانه عليه ضمان، يعني انت بتشتري حاجه مضمونه. وكده احنا قلنا السعر بتاعه، ونشوف مع بعض كده شكل الكرتونه بتاعته وشكل الموتور عامل ازاي من جوه. تعالوا بينا نشوف.